نحن هنا من أجل الصدق والصراحة والوضوح. من البداية تحدثنا بكل منطقية وبكل صدق وبكل وضوح وكل شفافية. السلام عليكم حبايبي حبايبي الحبيب في كل مكان، وحشتوني وحشتوني، وجاي لكم النهارده في حلقة وأخبار نارية، ولكن انتظر معي يا صديقي حتى آخر الحلقة ليوصلك كل الأخبار الجديدة. ولكن فضلا وليس أمرا، الدعم والاشتراك واللايك والسبسكرايب تنزل دلوقتي يا صديقي، ارزع اللايك المتين، واللي ما اشتركش ينزل يشترك. قبل ما نبتدي الحلقة بعتذر لكل جمهور الحريف في كل مكان من المحيط إلى الخليج إن أنا ما طلعتش امبارح، حقكم عليا آسف، ولكن أنا كنت تعبان جدا. بعتذر إن أنا أخرت عليكم، ولكن كان غصب عني. البداية من قلعة الدراويش. دراويش مصر ودراويش العرب. طبعا فترة الإعداد هتبتدي يوم السبت الجاي تحت قيادة الكابتن إيهاب جلال. تمام يا عم الحريم. طبعا كان مفروض الإعلان يوم الثلاث زي ما قلت لك، ولكن في لخبطة داخل جدران قلعة الدراويش، وفي مؤامرة في الاتحاد ضد قلعة الدراويش، عشان كده بقول لك انتظر معايا عشان في كوارث. دلوقتي اسماعيلي في مأزق بسبب الخيط. تقول لي ازاي؟ اقول لك اصبر بقى عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي بالظبط. الكابتن عماد سليمان تواصل مع اتحاد الكوره، راح لغايه هناك عشان يشوف ايه المشكله، ان هم مش عايزين يقبلوا الورق بتاع قيد اللعيبه او الورق بتاع الفتره الجديده اللي هو ان انت بتبعت دفعة أولى الورق بالناس القيادة عندك، فبعتوا لك بيقولوا احنا عندك مشكلة دلوقتي مش هينفع لما تدفع ال 20 مليون اللي على النادي. والكابتن علي أبو جريشة طالع بيهدد وزير الشباب والرياضة وبيقول له احنا هنسيب أماكننا وهنقدم استقالاتنا في حالة لو أنت مش هتفتح لنا باب الخير. ما هو في نسبة على اللعيبة اللي بتخش فترة القيد أو اللعيبة اللي بتتقيد الاتحاد بياخدها. تمام؟ قولي تمام. فدلوقتي فترة القيد في نادي الإسماعيلي مقفولة، ملوش إن هو يشتري، ملوش إن هو يسجل غير اللعيبة اللي على ذمة النادي، يا اما يطلع ال 20 مليون لاتحاد الكوره. تعال عشان في حاجات تانية، عشان انا ما اعرفش الناس اللي في النادي دي فينها اساسا. وزاره الشباب والرياضه فينها؟ عشان ده نادي دوله. تمام؟ فين المحافظ؟ فين الناس دي كلها؟ فين؟ ده نادي جماهيري، نادي كبير له شعبيه في كل وطن وفي كل دوله وفي كل حاره وفي كل ذوقها. عشان اللي بيقرا في الاسماعيلي المفروض اللي بيصير على اي نادي في الدوله بيصير على الاسماعيلي، ولكن الاسماعيلي دون ابن البطه السوداء. تمام؟ محمد مخلوف ليه نص مليون جنيه عند النادي. قال لك هتنزل لك عنهم واديني الاستغناء. يا حبيبي انت اساسا انا عايز اقول لك ان انت يعني في لعيبه كانت في الاسماعيلي الفتره اللي فاتت عالة على الفريق. اقسم بالله على الفريق. فاللي عايز يمشي الف مرحبا، الف مليون سلامه، احنا ما بنقفش على حد. وبعدين حوار عبد الرحمن مجدي اتقفل. عبد الرحمن هيبقى متواجد مع الفريق. جاي له عروض ثانيه 12 مليون ومش 12. يا راجل ده تسوقي جاي له عرض. انا في لعيبه لسه انا ما كنتش بعترف بيها. والاسماعيليه كلها وكل الجمهور اللي بيفهم عمرنا ما اعترفنا بيها لانها كان مستوى اقل من المستوى الطبيعي. وجالها عروض كبيره تمشي يا حبيبي. تمام؟ ده بالنسبه طبعا نادي الاسماعيلي
او اللجنه الثلاثيه طلبت من باسم مرسي وصالح جمعه يشوفوا عروض بعد تنازل اللعيبه عن مستحقاته. يعني اللعيب عمل معاك الصح وتنازل عن مستحقاته، لاعب راجل، انت تقول له خلاص انت اتنازلت عن مستحقاتك، شوف لك بقى عرض عشان تفيد النادي. هو اصلا مش ابن النادي، انتوا بتعملوا ليه كده؟ ابن النادي باعك. الشامي يودع جمهور الدراويش وينتقل الى نادي مصر. محمد الشامي، عشان بس ما نجيبش العيب في اللاعب، عشان ما نجيبش العيب في اللاعب، لو انت قعدت انتظرتني يوم واثنين وثلاثه واربعه وانا ما عبرتكش، انت مش هتعبرني على طول. محمد الشامي انتظر اداره النادي او الناس المسؤوله او الناس المعنيه تتواصل معاه، والناس ادته العالي، فانا مش هاجي ان انا اقول لك لا والنبي مضيني على طول كده صراحة. يعني في سوء سوء سوء، وانا قلت لكم اليومين اللي فاتوا في الحلقات اللي فاتت، اداره الاسماعيلي واللجنه الثلاثيه والناس اللي موجوده بتتحرك ببطء، سحلفه بتتحرك في الصفقات في الانتقالات، مش عارفين يتواصلوا مع حد، مش عارفين يدعموا الفريق. خلاص انا ما اعرفش انت هتقيد ازاي بقى وهتعمل ايه، انت كارثتك كارثه. تمام، الفيفا يغرم الاسماعيلي 5.5 مليون دولار بسبب، هقولهم لك واحد واحد كده عشان نمشي مع بعض خط، عشان ما تقولش الحبيب بيتكلم من فراغ، لا انا جايب لك بالبيانات. عبد القادر كوليبالي ليه 90,000 دولار. تمام، الجزيري محمد بن خماسه ليه 1,800,000 دولار. تمام، البوليبي كارميل ليه 406,000 دولار. الابواري جون موري ليه 850,000 دولار. التونسي نور الدين الزمان، الناس دي كلها اساسا جت قعدت يومين ثلاثه ومشيت وبتاخد فلوس. تمام، ليه 600,000 دولار، ده المحكمه اللي حاكمه على النادي كده. المدرب الاسباني جاريدو ليه 62,000 دولار. التونسي فرات شواط في انتظار الحكم، وطبعا محب ونادي الاسماعيلي في فلسطين بيتواصلوا مع خالد النبريس عشان يحلوا المشكله. حب حب، فالفيفا طالبه من الاسماعيلي 5,500,000 دولار. مش عارف، انا مش عارف، مش عارف الناس اللي كانت ماسكه والناس اللي تعاقدت مع الناس دي هي فين؟ فين من اللي بيجرى؟ تمام؟ دي كانت اخبار الدراويش النهارده سريعا كده، عشان معانا اخبار كتير. انتظرني يا صديقي حتى اخر حلقه، في حاجات كتير هتفيدك وتهمك. وساريوس وجلسه خاصه مع نضاي واصابه اوباما. بص بقى، عشان انا كنت وانا تعبان حابب اطلع اتكلم، بس ما كنت تعبان مش قادر اتكلم. الحمد لله دلوقتي انا قادر اتكلم. اوساريوس لا يصلح كمدير فني للنادي الزمالك. مدرب ما عندوش فكره عن كره القدم. المدرب ده اللي تغلبه لعبه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ازاي. المدرب ده مره يلعب 4-4-2، مره يلعب 5-3-2-1، مره يلعب مش عارف، ما فيش خطه ثابته بيلعب عليها. كل مباراه بيلعب بتشكيل مختلف وطريقه مختلفه ونظام مختلف. يا راجل ده شيكابالا، شيكابالا ما يقدرش يلعب ماتش كامل. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ وبعدين انت راجل مغلوب، انت ماتش الاتحاد المانستيري عملت ماتش رائع، عشان قوة الفريق اللي قدامك انت اعلى منها بمراحل. في الشباب ظهر كوارث. انت كنت فين؟ انت مدير فني ضعيف جدا ان انت تدير الزمالك. اتمنى من الاداريين والناس المعنيه والناس المسؤوله في نادي الزمالك يعرفوا حجم المدير الفني اللي هيدير الفريق الاول للزمالك، عشان ما يحدث كارثه.
علينا الزمن. غدا طبعا الزمالك هيقابل النصر، تمام، مباراة قوية، ساديو ماني بقى وكريستيانو والدنيا دي، وهنبقى في حتة تانية. يعني الموضوع يعني كده خارج نطاق الزمالك، انا حاسس ان هو بكره خلاص كده الزمالك بره اللعب. انا اتمنى عكس ذلك، ولكن انا حاسس ماتش هيبقى صعب جدا على الزمالك. نبقى صراحة مع بعض، هنداري في ايه؟ تمام؟ طبعا مجموعة الزمالك في البطولة العربية، النصر أول المجموعة 4 بونت، وبعد كده الشباب 4 بونت، وبعد كده الزمالك 3 بونت، والاتحاد المانشستيري جاي ضيف شرف ما عندوش ولا بونت، حصالة المجموعة. لقطة طيبة من الأمير سعود بن ناهر بن سعود محافظ طائف في زيارة بعثة النادي الزمالك اليوم. زار البعثة بيقول لهم أنا عاشق لنادي الزمالك، أنا محب لنادي الزمالك، قال قبل مباراة النصر أزور نادي الزمالك. هو الزار برضه حاسس إن هو آخر مباراة للزمالك هيودع البطولة. طبعا لفتة طيبة من الأمير سعود. طبعا نتمنى من كل الزمالكاوية يأذوا برضه فريقهم، ما ورناش غير إن إحنا نأذر ونشجع بس. طبعا اليومين اللي فاتوا كان في حاجة غريبة قوي كده عايز اتكلم معاكم فيها. يعني الاهلي عامل انترو وعامل اعلان لرضا سليمي العالمي الميسي. يا جدع ده ميسي ما تعملوش كده، كريستيانو ما تعملوش اعلان وضجة. مين رضا سليمي يعني؟ انتم بتدوا للواحد حجم اكبر من حجمه قوي. انا فرقت رضا سليمي ده موسم، الموسم الجاي هيطلع اعاره وهتحسن زي القندوس هيطلع اعاره زي اصبر. ما بتخلوا اللاعب بلاش اقول كلمه ملهاش لازمه، بس مش حلو يعني. عاملين له اعلان ضجه اعلاميه، ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ هو ميسي؟ اما لو ميسي وكريستيانو هتعمل له اعلان 24 ساعة في 24 ساعة، ايه يا عم اللي انت بتعمله؟ ايه اللي الاهلي بيعمله وادارة الاهلي والناس المسؤولة؟ وبعدين انت طالع ده انا جايب لك بقى خبر، جايب لك حاجة بقى هتعجبك قوي. طبعا عودة رضا سليمي المغرب، هتقول لي ازاي؟ هقول لك. اللعيب بعد ما جه كولر قال للاعب هتروح 3 اسابيع راحة لغاية فترة الاعداد، بسافر المغرب، تمام. اللعيب وقع الاهلي 4 مواسم. تعال بقى عشان انا معايا تسريبة هتعجبك قوي. قيمة الرعاية وعقد الرعاية في النادي الاهلي، يا اتحاد الكورة يا اتحاد الكوسة، عشان خاطر لو والله العظيم الأندية الجماهيرية دي مفروض توقف على ما يحدث في الكرة المصرية. قيمة عقد الرعاية للنادي الأهلي في الأربع مواسم 200 مليار. وعدل القاعي بيقول لك دي مبلغ قليل على الأهلي. الأهلي مفروض ياخد 4 مليار. وإحنا مش قادرين نوفي طلبات اللعيبة بالمبلغ ده. انا عايز اقول لك لو الاسماعيلي اديته نص قيمة الرعاية بتاعك، الاسماعيلي هيبقى عالمي. لو الاتحاد اخد هيبقى عالمي. لو الزمالك اخد هيبقى عالمي. اندية كتير شعبية لو اخدت الارقام دي هتبقى في حتة تانية خالص. هتنافس على بطولة الدوري وبطولة الكاس وافريقيا والكونفدرالية ومفردية وكاس عالم وكل حاجة. لو عايز يخش كاس العالم العالم هيدخله كاس العالم بالمبلغ ده. بياخد 2 مليار اسف في الاربع سنين، يعني بقيمة 500 مليون في الموسم. 500 مليون في الموسم. يبقى ازاي يا عم وزير الشباب والرياضة واستاذ جمال علام ماضيين مع الاتحاد مع شركه الرعايه
ب300 مليون. اما المليارات دي بتيجي منين؟ حد يطلع يقول لنا. خلصت من مشكلة الاهلي. ايمن الرمادي طبعا كان اعلن ان هو خلاص مع الزبرة، ولكن الاماراتي الزبرة يقبل اعتذار وعودة الرمادي الى سيراميكا. منين مشيت ومنين جيت؟ ده سوء، ده سوء صدقني والله. الاتحاد السكندري يفسخ عقد لاعبه محمود عبد العزيز، لاعب الاسماعيلي والزمالك، لعب في اكثر من نادي. الاتحاد السكندري كابتن طارق العشري كابتن طارق العشري بيقول لك ان انا مش محتاج اللاعب، اللاعب مش اللي هو هيفيدني. بيراميدز يحسم صفقه مجانيه من الاهلي بعد ما اللاعب بقى خارج حسابات الاهلي. محمد نصير اللاعب الشاب، لاعب مدافع جيد كان تحت السن، ولكن خلاص كارك حسابات الاهلي. الاهلي قال له شكرا. بيراميدز تعاقد معاه رسمي، اللاعب اتعاقد لمده 3 مواسم مع بيراميدز. سريعا كده مباريات اليوم السد القطري، المباريات على مرحلتين النهارده 4 و6 بس. السد القطري هيلاعب اهلي طرابلس، والهلال هيلاعب الوداد، والشرطه العراقي هيلاعب الاتحاد السعودي، والترجي هيلاعب النادي الصفاقسي. دي مباريات النهارده، مباراتين الساعه 6، مباراتين الساعه 8. اتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان، لو الحلقه عجبتك لا تبخل على حبيبك الحريف. بالله عايزين باذن المولى عز وجل نوصل في الحلقه دي ل 5000 لايك دعما لحبيبك واخوك الحريف الذي يسعى لاسعادك. واللي ما اشتركش ينزل يشترك. ما اقدرش غير اقول لك مبروك، كنت انت قلت لي الف سلامه يا حبيبي. ما اقدرش اقول لك غير يوم سعيد. انتظرني يا صديقي جدل في حلقه اكثر اخبار، اكثر اثاره، اكثر متعه، ان شاء الله تعجبك، وان شاء الله الاخبار تكون كانت عند حسن ظن الجميع. ما اقدرش غير اقول لك يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.